أنا صباح من القاهرة. ألو، أيوه اتفضلي يا صباح، سؤالك. نعم، اتفضلي سؤالك. السؤال إن أنا مشكلة عندي في بيتي مع ابني ومراته، عايزة شقة بره وعنده شقته تمليك في بيتنا، فالحل إيه؟ مش عارفة بصراحة. طبعا أنا خايفة على الأطفال. يعني أنت مش عارفة تعملي إيه في المشكلة دي؟ اللي هي إيه المشكلة؟ انا سامع السؤال وهو بيسال. طب اسمعي الرد معانا يا صباح، اتفضلي يا استاذ رجل. هو انا مش واصل لي ايه المشكله. هي قالت ان هو في عنده شقه بره وشقه عندهم، ايه بقى يعني؟ مش فاهمه هي فين مشكلتها. هو عنده مشكله في البيت، وتقريبا هي عايزه تجيب شقه بره. تمام، بره بيت العيله يعني. لا، هي دي مش هتبقى داخله في تخصصي، لكن خليني اقول لك، هي دي من ضمن الحاجات الشائكه اللي هو المفروض اي زوج وزوجه بيتعاونوا مع بعض يشوفوا ايه اللي يمشي حياتهم صح. يعني انا لو في ضغوط وفي مش قادره اكمل معاك في بيت عيله، لا خلاص، من حق انك توفر لي مكان بره، ده شيء مفروغ منه. فلو امكانياته مش جايبه، دي بقى نبدا ندور نحلها ازاي. هل نفصلهم عن بعض، الحياه بينهم يعني في اكل وشرب، الدنيا ماشيه ازاي، وهكذا. الزوج هو على فكره اللي يقدر يوزن الامور دي بالتعاون مع زوجته، لان هو اللي هيقدر يفصل ما بين العيله والاسره وتاثيرها عليه هو شخصيا، عشان ما ياثرش مع زوجته. عرفنا الراي القانوني، خليني اخد نفس المشكله راي الدكتوره دينا. هو الراي النفسي في القصه دي ان طالما هي حاسه باحساس، بص، هو يعني المشاعر ما بتتناقش. يعني طالما انا حاسه ان في مشاعر، ان انا مش قادره اتحمل الحياه دي، او ان انا مش عارفه اساعده في البيت ده، فلازم يوفر حاجه تخليني انا وهو نبقى سعداء. لا اما هيفضل هو في حاله شائكه، هو اللي هيبقى مش عارف يوفق بين اهله وبينها، وهتبقى في مشاكل كتير هتنتهي نفس النهايه. فممكن يشوف حلول، او يقعدوا مع بعض يشوفوا حلول، وتبقى هي مقدره الحلول اللي هو هيقوم بيها. لان في حته كده ان ممكن الست بتبقى مش هو ده حقي، فمش عايزه تشوف ان ده في تقدير. لازم يقدر ان هو هيقوم بحل صعب عليه ماديا، لان الظروف الاقتصاديه برضو صعبه جدا. بس هو عنده شقه متوفره في بيت العيله. اوكي، بس هي دي هتهدد الحياه الزوجيه نفسها بالانتهاء سريعا. تمام، يعني كده ان بيت العيله في معظم الجوازات في مشاكل. طبعا احنا انا ما بقدرش اخد نظريه عميم، لان في حالات ناجحه بس قليله. بنقول الاغلب، لان الناس بتبقى مش كلها بتعرف تتوافق. مش هي وافقت من الاول على هذا الوضع؟ اوكي، برضو دي حته لازم اقولها واكد عليها، ان الناس وهي بتتجوز ما تبقاش فاهمه هي هتتجوز فين وازاي وليه. احنا بنتجوز عشان معايير مجتمعيه بتقول ان الست لو وصلت لسن معين هتبقى عنوسه و و و، فبيدفعوا السيدات لان هم يتجوزوا بدري بدون ما يكون عندهم اي افكار تانية. ده غير ان مفيش تنويع، مش مدركين يعني للعواقب اللي بعد كده والصوره ماشيه ازاي. الفرص قليله جدا، يعني فرص قليله جدا. فهي بالنسبه لها يعني بقى في ناس دلوقتي بتفضل انها تتجوز وتطلق على انها ما تتجوزش خالص.